طبعا بخصوص مصنع الأدوية، هذا مصنع يعني هو ما كانش صناعة أدوية بقدر ما هو كان مسألة مراهم وبعض الحاجات البسيطة، وتم إيقاف العمل به منذ أكثر من 10 سنوات. والمصنع طبعا أدوات، لما شفت الأدوات بتاعته أو الأجهزة المستخدمة في عمليات التصنيع والكلام من ده، حاجات قديمة جدا متهالكة لا تصلح لأي استخدام في الوقت الحالي. المباني طبعا محتاجة شغل كتير، ما فيش كوادر بشرية له في الوقت الحالي أو كلام من ده، وحتى الترخيص نفسه في مشاكل بالنسبة له. ولما تم المخاطبة به من فترة قبل كده إن هو يتعمل، فكان يتقال إن ممكن الإجراءات فيه، لكن في الوقت الحالي المكان بمكانه الحالي صعب إن هو يعمل كمصنع الأدوية. وطبعا لو مصنع أدوية هيبقى في مكان تاني وبعيد عن الكتلة السكانية وليس في المكان المتاح إليه، لكن يعني ربنا سهل يبقى في حاجات تانية في خلال القريب العاجل نقدر إن احنا نعوض بها المصنع.